طيب ازاي الفرتبري بتعمل ارتكوليشن مع بعضها؟ دي فرتبرة تحتها فرتبرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. كيف تتمفصل وتتصل الفرتبري ببعضها؟ بتتصل بمجموعة من الستركشرز مختلفة الاشكال والانواع كالاتي: يتمفصل البودي اوف ذا فرتبرا ابوف مع البودي اوف ذا فرتبرا بيلو بنوع من الانسجة تشمل الفراغ الفاصل بين التوبودز ويسموها انتر فيرتبرال ديسك، لتركة اثر شكلها على جسم الفقارة في صورة اللي احنا قلناها من شوية، النيوكلاس بالبوزس والانولس بالبوزس والانولس فيبروزس. وتتصل الفرتبري مع بعضها من الامام، ده السطح الامامي، احنا قلنا ان الفرتبرة كلها تقع في الامام والقرش كله يقع في الخلف. يتصل السطح الامامي the anterior surfaces of the body of vertebrae are connected together by strong fibrous tissue في صورة ligament تتصل من اسمها anterior longitudinal ligament، شكلها كان عامل كده. ويتصل البوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي اللي هو من ناحيه اللي هو الانتيريور سيرفيس اوف ذا فيرتبرا الفورامين يعني من جوه بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي، بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي بليجامنت اخرى جايه من تحت وتدخل وتمشي في قلب الفورامين، توصل البوستيريور سيرفيسز اوف ذا فيرتبرا بودز بطول العمود الفقري واسمها posterior longitudinal ligament. ده الارتكوليشن اوف ذا بودي. طب ماذا عن الارتكوليشنز اوف ذا ارش؟ الارشز بتعمل ارتكوليشن مع بعضها، بتتصل بمجموعه من المفاصل زي كالاتي. ان خدنا دي على سبيل المثال، ده الانفيريور ارتكولار فاسيت اوف ذا فيرتبرا اباف يتمفصل مع السوبيريور ارتكولار فاسيت اوف ذا فيرتبرا بيلو. ده اول رباط او اول مفصل يربط الارشز مع بعضها. المفصل الثاني اللامنة من فوق مع اللامنة اللي تحت، ومن ورا الترانسفيرس بروسيسز بطول العمود الفقري هتربط اللامنة مع بعضها ليجامنت اسمها ليجامنتم فليفم، جمعها ليجامنتا فليفا. الترانسفيرس بروسيس من فوق مع الترانسفيرس بروسيس اللي تحت، ده ترانسفيرس بروسيس، ده ترانسفيرس، هيتربط الترانسفيرس بروسيسز مع بعض من هنا لهنا لهنا لتحت بليجامنت اسمها انتر ترانسفيرس ليجامنت. اما السباينز فتتربط مع بعضها بتو ليجامنتس، جسم السباين بانتر سباينس ليجامنت، والتيب اوف ذا سباين من ورا خالص بسوبرا سباينس ليجامنت. بالشكل ده هتتربط الفرتبري مع بعض وتتمفصل بانواع من الانسجه، منها ما هو فايبرو كارتريج، ومنها ما هو الاستيك كارتريج زي ليجامنتم فليفم، ومنها ما هو ليجامنتس فايبرس ليجامنتس زي الانتيريور والبوستيريور لونجيتودينال ليجامنتس والانتر ترانسفيرس والانتر سباينس والسوبرا سباينس ليجامنتس. دي الليجامنتس اللي كانت مربطه الفرتبري مع بعض وعملت هذا الارتكوليشن البديع. الجزء الثاني من الثوراسيك كيج، احنا خدنا الجزء الاول اللي هو الفيرتبري، اما الجزء الثاني فهو الريبس. ده القفص الصدري الثوراسيك كيج. يحتوي الثوراسيك كيج على 12 بيرز اوف فلات اوف فلات او لونج بونز. بعض الناس تقول لك لونج بونز، لكن الغالبيه بيقولوا انها فلات بونز، وهي هيستولوجيكالي فلات بون ومورفولوجيكالي تشبه اللونج بون، وهنحكي مع عن كده في انواع البونز. 12 بيرز اوف بونز يسموها ريبس. اطول وحده رقم 1 2 3 4 5 6، لاحظ ان الرب السبعه هي اللونجست، يبقى ذا سيفنث ريب از ذا لونجست. الريبس هو ماشيه، وهي ماشيه عامله تويست، عامله ميل. اكتر الرب ميله هي الرب التاسعه. كل رب زي ما انتوا شايفين بتنتهي من قدام بكوستال كارتريج بغضروف.
هذا الغضروف بيشيل الرب وبيوصلها قدام بعظمة الاسترنم. يبقى ده كان الشكل العام للربس. الربس هنقسمها نوعين اتنين على حسب اتصالاتها، على حسب اتصالها بالاسترنم من قدام. هنقسمها النوع الاولاني الى ايه اللي هو الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو اتس اتاتشمنت او كونكشن مع الاسترنم الى ثلاث انواع. يبقى الاعتبارين اتنين، الاعتبار الاولاني هو على حسب الاتصالها بالاسترنم، والاعتبار الثاني على حسب اتصالها بالفرتبري. الاعتبار الاول اللي على حسب اتصالها بالاسترنم، تقسم الربس الى ثلاث انواع. ترو ريبس هي الرب اللي كوستال كارتليج بتاعها ماسك قدام في الاسترنم مباشرة، وتشمل الربس ارقام من 1 حتى 7. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 هيسموا الرب من 1 لـ7 ترو ريبس، هي الربس اللي متصلة الانتيريور اند بتاعتها بالاسترنم. اما الربس ارقام 8 و9 و10 فالكوستال كارتليج بتاعها زي ما احنا شايفين مش ماسك في الاسترنم، ده ماسك في الكوستال كارتليج اوف ذا ريب ابوف، وبتعمل لحد يسموه كوستال مارجن. هذه الريبس هي ارقام 8 و9 و10. اما الريبس ارقام 11 و12 فالانتيريور اند بتاعتها اللي شايله كوستال كارتليج لا تعمل اي اتصال لا مع الريب ابوف ولا مع الاسترنم من فوق منها، فهي فلوتنج عايمة في جدار البطن lies freely in the abdominal wall، وهي ربس ارقام 11 و12. ده الاعتبار الاول اللي قسمنا الربس على اساسه ترو وفولس وفلوتنج. الاعتبار الثاني اللي على حسب اتصالها من ورا بالفرتبري، هنقسمها الى نوعين اتنين، تيبيكال هما من 3 لـ10 وايه تيبيكال اللي هما 1 و2 و11 و12. تعالوا نشوف مواصفات التيبيكال رب من 3 لـ10 ونشوف تغير اشكالهم بحيث تكون الاتيبيكال ريبس كالاتي. بارتس اوف تيبيكال ريب، ده دياجرام سريع مانيوال ورك. هذا الدياجرام بيمثل شكل التيبيكال ريب. تتكون التيبيكال ريب من 3 اجزاء. الجزء الاول هو البوستيريور اند، دي النهايه الخلفيه، ثم الجزء الملتوي هو الشافت، ثم الجزء الامامي. ناخد اولا البوستيريور اند، تتكون من 3 اجزاء. كتله كبيره من العظام اسمها هيد راوندد ان شيب. هذه الهيد اوف اتيبيكال ريب اوف ذا تيبيكال ريب كارز تو ديمي فاسيتس سيبريتد عن بعض بريدج لايك بوني بروسس بنتوء عظمي يشبه الحافة خطي. هتقسمها الى 2 ديمي فاسيتس علشان تعمل ارتكوليشن مع 2 فرتبرا مع بعض. يالي الهيد، اي هيد في الدنيا الكونستريكتد بارت الجزء الضيق اللي بعد الهيد اسمه النك، ده النك. يالي النك جزء عريض يحمل بروز اسمه تيوبركل، وتيوبركل زي ما قلنا قبل كده كلمة مقطعين، تيوبر يعني إليفيشن وكل يعني سمول، ذا سمول إليفيشن المرتفع الصغير، وهو مكون من جزئين اتنين من رف بارت وسموث بارت. سموث بارت فور ارتكوليشن وذي ترانسفيرس بروسيس اوف ذا فيرتبرا، اما الرف بارت ده بيحمل الليجامنتس اللي تربطه في الفيرتبرا. دي كانت الثلاث اجزاء المكونة للبوستيريور اند of the typical rib. الجزء اللي بعد كده اسمه الشافت اللي هو التويستد بارت، الجزء المتني الساق، ساق الرب. تحمل الاشكال الاتية، الشافت of the rib لها 2 بوردرز، upper border جاي من فوق اهوت ونازل بهذا الشكل، ده الابر بوردر. من مواصفاته انه smooth and rounded، ثم lower border ادي واحد من تحت اهوت ويكمل من تحت من هنا. من مواصفاته انه thin and sharp، thin and sharp، ولها 2 surfaces، لها lateral surface بيكون convex externally من الاوتسايد، ولها medial surface
بيكون كونكيف انسايد يعني ميديالي. على الميديال سيرفس، الميديال سيرفس هيحمل لينير جروف. هذا اللينير جروف ماشي على الميديال سيرفس جاست اباف ذا لوور بوردر واسمه كوستال جروف، وقاعد في قلبي بداخل هذا الجروف الانتركوستال نيرفس اند فيزلز بترتيب اسمه فان، وهنحكي عليه بعد شوية. الانجل اوف ذا شافت او الانجل اوف ذا ريب هي ذا موست تويستد بارت اوف ذا شافت، اكتر جزء بيحصل عنده انحناء في الشافت عشان تغير مسارها من لاترال، كانت ماشيه لاترالي هتروح بقى بعد كده تكرفس ميديالي عشان تتصل بالاسترنوم. اكتر جزء منساني اسمه انجل، يبقى ذا موست تويستد بارت اوف ذا ريب. واخيرا الانتيريور اند، الانتيريور اند اوف ذا تيبيكال ريب از كاب شيبد، فيها كونكافيتي. هذه الكونكافيتي كانت خاصة بالارتيكوليشن مع الكوستال كارتليج اللي بيشيل الرب، الرب دي البوني بارت اللي بيشيلها يوصلها للاسترنوم، يبقى فيها انتيريور كونكافيتي تحمل الكوستال كارتليج. مكان الاتصال جوينت اسمها كوستو كوندرال جانكشن، كوستو يعني رب، كوندرال يعني كارتليج يعني غضروف، يعني مكان اتصال الاوسياس بارت الجزء العظمي بالكوندرال بارت الجزء الغضروفي من الرب اسمه كوستو كوندرال جانكشن. دي كانت المواصفات العامة للتيبيكال رب. هناك حاجة مميزة جدا للتيبيكال رب لو حطناها على ترابيزة افقية، the two ends اللي هما البوستير اند والانتير اند don't touch the ground at the same side، ان هي النهايتين الاثنين ما يلمسوش الهوريزونتال بين في نفس الوقت، لا واحده فوق واحده تحت يميلهم، ديت التيبيكال ريب. تعالوا نشوف الارتكوليشن بتوين ذا تيبيكال ريب اند فيرت. ناخد مثال، دي الفيرتبرا الخامسه الرابعه ودي الفيرتبرا الخامسه، ده البودي وده البودي. نلاحظ هنا البودي عامل ارتكوليشن مع البودي، وده الديمي فيتسيت اوف ذا ابر بوردر اوف ذا بودي، وده الديمي فيتسيت اوف ذا لوور بوردر اوف ذا بودي اوف ذا فيرتبرا اباف، ده الانفيريور ارتكولار فاسيت اوف ذا فيرتبرا اباف، وده السوبيريور ارتكولار فاسيت اوف ذا فيرتبرا بلو، ده الترانسفيرس بروسيس، وده الكوستال فاسيت اللي شايله. تعالوا نشوف مع بعضنا كده الارتكوليشن بيكون ازاي. ذا هيد اوف تيبيكال ريب از ارتكوليتد مع تو فيرتبري مع بعض، مع الابر بوردر اوف ذا ريب اوف ذا فيرتبرا اللي في نفس مستواها كورسبوندينج فيرتبرا، ومع الكوستال فاسيت اللي على اللور بوردر للفيرتبرا الاعلى منها. اما التيوبركل فعامل ارتكوليشن مع الترانسفيرس بروسيس للفيرتبرا اللي في مستواها، يعني دي الريب الخمسه هتعمل ارتكوليشن مع البودي والترانسفيرس بروسيس بتاع الفيرتبرا الخمسه، وتعمل ايضا ارتكوليشن مع البودي اوف ذا فورس اللي هي الفيرتبرا اللي فوق منها. احنا هنا مشففين الاجزاء ديت عشان نبين اللي ورا البوستيريور اند. يبقى الهيد اوف تيبيكال ريب بتعمل ارتكوليشن بالتو دي مفاسيتس اللي شايلاهم الهيد مع التو دي مفاسيتس اللي على الابر بوردر، ابر بوردر اوف ذا كورسبوندنج فيرتبرا واللور بوردر of the vertebra above، انما transverse process of the corresponding vertebra هو اللي بيعمل articulation مع tubercle of the rib. ده كان articulation between the rib او between the typical rib and the corresponding vertebra. تعالوا نشوف الاتيبيكال rib واول واحدة فيهم اللي هي الفيرست rib. تعالوا نشوف شكلها. الفيرست rib لها posterior end وتحمل ثلاث اشياء، head neck tubercle، بس النك بتاعتها كانت long شوية، كانت has a long neck. بعد كده عندي الشافت، الشافت مش زي بقيت الفرتب مش زي بقيت الربس، كان لها upper surface ومن تحت lower surface مش باين، ولها lateral border من هنا اللي هو convex lateral border او اوتر بوردر، كان كونفكس لاترالي،
ولها ميديال بوردر كان كونكيف ميديالي. نلاحظ التيبيكال ريب كان لها ابر بوردر ولور بوردر وميديال سيرفس ولاترال سيرفس. لا دي هنا لها لاترال بوردر وميديال بوردر وابر سيرفس وميديال سيرفس وابر سيرفس ولور سيرفس. الميديال بوردر، الميديال بوردر بالقرب من الانتيريور اند، فكانت في تيوبركل صغير اسمه سكالين تيوبركل وهنحكي عنه كتير في سنه تانيه، ماسكه في عضله اسمها سكالينس انتيريور. الابر سيرفس بالقرب من السكالين تيوبركل هنجد انه ورا السكالين تيوبركل هنجد في جروف ماشي في ارتري اسمه سبكليفين ارتري قدام وراه، اما قدام فنجد في جروف ماشي في فين اسمه سبكليفين فين. اذا السكالين تيوبركل قدام، قدام يعني ناحيه الانتيريور اند هنجد جروف فور سبكليفين فين، ورا ورا ناحيه البوستيريور اند هنجد جروف فور سبكليفين ارتري. وادي عند الانتيريور اند اللي هي كاب شيبد وشايله الكوستال كارتليج في الكوستوكوندرال جانكشن. اللونج هيد اوف ذا فيرست ريب في ثلاثة ستراكشرز ماشيين عليها. الثلاثة ستراكشر الموست ميديال هي جانجليون اسمها ستيليت جانجليون، نشأت من اتحاد اخر سيرفايكال سمباثيك جانجليون مع اول ثوراسيك سمباثيك جانجليون واسمها سيرفايكو ثوراسيك جانجليون او ستيليت جانجليون. في النص نجد في ارتري اسمه سوبيريور انتركوستال ارتري ولاترالي هنجد نيرف هو الفيرست ثوراسيك نيرف. اذا الثلاثة ستراكشرز اللي ماشيين على النك اوف ذا فيرست ريب نيرف من جوه ميديالي ونيرف من بره لاترالي وارتري في النص. كذلك ماشي على الابر سيرفس، احنا قلنا قبل كده سبكليفيان فين قدام السكلين تيوبركل وسبكليفيان ارتري ورا السكلين تيوبركل، دي الاستراكشرز اللي ريليتد للفيرست ريب. السكند ريب، السكند ريب هي اتيبيكال ريب لان مش ده الشكل بتاع التيبيكال، في اختلاف الشكل. اختلاف الشكل الفيرست ريب اللي كان لها ابر سيرفس ولور سيرفس هيبتدوا يميلوا لبره. طب تعال الاول نشوف المواصفات الطبيعيه. البوستيريور اند فيها هيد ونيك وتيوبركل. الهيد كان عليها 2 دي بفاسد. في الفيرست ريب نسينا نقول ان الهيد كان عليها كومبليت سيركولار فاسد واحد بس، عامل ارتكوليشن مع الفيرست ثوراسيك فيرتبرا لان مش عامل ارتكوليشن مع السيرفايكال. اما الان في السكند على 2 دي بفاسد، في 2 دي بفاسدس على الهيد، واحد للسكند فيرتبرا والتاني لللور بوردر اوف ذا فيرست ثوراسيك فيرتبرا، ولا هناك ولا تيوبركل. طيب بعد كده الشافت، الشافت اوف ذا سكند ريب تحمل المواصفات الاتيه. الشافت هنا التويست بتاعها قليل علشان كده مواصفات الفيرست ريب هتتغير. اللاترال سيرفيس اللي كان موجود على الفيرست ريب هيصبح ابر لاترال اللي هو ده بقى ابر لاترال سيرفيس، والميديال سيرفيس اللي كان على الفيرست ريب هيشاور بدل ما هو ميديال هيبقى ايه، هيبقى لور ميديال سيرفيس، ده اللي هو الميديال سيرفيس.